وينضم إلينا من لندن السيد فاروق يوسف الكاتب الصحفي العراقي للحديث عن تواصل الصراع السياسي في العراق، لا سيما بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء الكاظمي لواشنطن والتي لم يتطرق فيها إلى مسألة جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق كما تريد الميليشيات الموالية لإيران. أرحب بك معنا أستاذ فاروق. أهلا بك، أهلا وسهلا. نبدأ من تصريح ائتلاف النصر بأن هناك أزمات سياسية وأمنية ستخلفها مباحثات الكاظمي مع إدارة ترامب. إلى أي مدى تتحسس الأحزاب والميليشيات الموالية خطر زيارة الكاظمي لأمريكا وما جرى من اتفاقياته مع ترامب؟ هناك بالحقيقة نقطة قبل الإجابة على هذا السؤال، هي التي يمكن تسبب حرجا كثيرا للأحزاب. مصطفى الكاظمي لم يطرح نفسه منقذا للعراق، الرجل متواضع ويعمل بصمت، وهو ما يجب أن نحذره أيضا بحيث لا ننظر إليه بمنظار أكبر من الحجم الذي يستعرض به نفسه. لذلك الأحزاب تتحسس كثيرا من مسألة الصمت، أن المطروح أمامها في البيانات الرسمية هو لا يعبر من وجهة نظرها عما جرى حقيقة في المباحثات، عما قاله ترامب أو قاله المفاوضون الأمريكان أو قاله الكاظمي نفسه للأمريكان. أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن الكاظمي طرح المشكلات الحقيقية التي يعاني منها العراق ويعاني منها الحكم في العراق. هذا يعني أنه لم يذهب بعيدا بحيث يتسول كما كان الآخرون يفعلون من قبله، أو بالحقيقة، وأزيدك يعني أيضا هذا من وجهة نظري، أن الكاظمي لم يحرض على الميليشيات لأنها ليست معركته الحالية. نعم، ما هي معركته الحالية إذن؟ كما تعرف عزيزي، العراق هو ركام هائل من المشكلات. الأزمة العراقية لا يمكن تفكيكها بسهولة، لذلك الكاظمي اتجه بالاتجاه المشكلة الاقتصادية، تلك هي المحنة الحقيقية للعراق، وبالمناسبة هي السبب الأساسي بحيث عزفت الأحزاب عن ترشيح أو الإصرار على ترشيح ممثليها، وقبلوا بالكاظمي وقبلت إيران أيضا. نعم. بالكاظمي. نعم. طيب، إلى موضوع الرئيس في الموضوع تعليقات وتعقيبات الأحزاب والكتل السياسية على ما جرى في الزيارة الأخيرة. تحالف الفتح على سبيل المثال أكد أن ما جرى مثل خيبة أمل بعدم خروج القوات الأمريكية من العراق، لكن في المقابل لماذا ترفض الأحزاب حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم دور إيران في العراق؟ ألا يجب أن يكون يعني تكون هذه الطلبات متوافقة إلى حد ما بما يتناسب مع ضمان سيادة البلاد؟ الكاظمي لم يتحدث كثيرا عن موضوعة السلاح ونزع السلاح. كما قلت، هذه ليست معركته الحالية، ولكن هناك مسألة قانونية ينبغي العودة إليها دائما، أن الحشد الشعبي حين تأسس منح شرعية لوجود الميليشيات وشرعية للسلاح غير القانوني. لذلك حين نتحدث أو يتحدث أحد عن نزع السلاح، فما المقصود بنزع السلاح؟ ما هي الجماعات التي يجب أن ينزع منها السلاح؟ تتجه الأنظار باتجاه العشائر بس فقط، وإلا الميليشيات لها قانونها، وهو قانون الحشد الشعبي، وهي الجزء الفالت من القوات المسلحة العراقية. نعم.
بعد مقتل قاسم سليماني والمهندس في العراق، ما الذي يمنع تحركا أمريكيا في العراق لإنهاء دور الميليشيات؟ هل يمكن بالفعل أن يحدث ذلك على أرض الواقع؟ بالحقيقة هناك سوء فهم والتباس بهذه القضية. هناك من يعتقد أن الولايات المتحدة قد تخلت على العراق، وهذا أمر مستحيل، لأن كما تعرف أن الولايات المتحدة أهدرت أموال هائلة، أنفقت أموال هائلة من أجل احتلال العراق، وفقدت من أبنائها الكثيرين في معاركها مع المقاومة العراقية، وهو مشروعها الآن مستمر، لكن بأوجه مختلفة، وهي الأوجه الخفية، ولا تحتاج كما قلت لا تحتاج لا الولايات المتحدة ولا حتى الكاظمي إلى الدخول في معارك مع الميليشيات. هناك حلول أخرى لهذه الموضوعة، والحلول تتعلق بالوضع الإيراني. إذا ضعفت إيران إلى المرحلة التي تطلب فيها المفاوضات من الولايات المتحدة كما توقع الرئيس الأمريكي ترامب، فإن وجود الميليشيات سيحل من تلقاء نفسه. تمام. طيب، كما تعرف أستاذ فاروق، زيارة الكاظمي الأخيرة لواشنطن سبقتها زيارة لطهران، وهاتان الزيارتان هل يمكن القبول فعليا بأن الكاظمي سيفي بتعهداته لإعادة استقلال وسيادة العراق؟ لأنه في النهاية صديق الجميع لابد أن يخسر يعني بعضا من أصدقائه كما تعرف في علم السياسة. لا، هو بالحقيقة الكاظمي ميزته أنه هو رجل أنهى عصر الوعود، وهو يستحق الاحترام لهذا الشيء، فهو لم يعد بشيء بالحقيقة، لم يعد بقطع العلاقات مثلا مع إيران، ولم يعد مثلا على سبيل المزح والفكاهة بمحاربة أمريكا مثلا على يعني كما يفعل الآخرون. هو رجل متوازن ورجل سياسة هي بدون محنك، ولكن كيف اكتسب هذه الحكمة والحنكة مع هذا الموضوع يخصه. لحد الآن الرجل يتصرف باتزان، ويمكنه أن يقود المركب العراقي بالاتجاه الذي لا يدفع إيران على سبيل المثال إلى تحريك ميليشياتها في العراق ضده. شكرا جزيلا لك الأستاذ فاروق يوسف، الكاتب الصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من لندن.